الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الرهون، باب قسمة المال. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثقة، وثقة بن معين. قال أبو حاتم صدوق، وأعرف الحديث لأنه خلط في القرآن. قال أنبأنا أبو الجعد. أبو الجعد، من أبو الجعد؟ هو ابن حبان ذكر كذا بالكنية. هو عامة ابن حبان ذكر في كتاب الثقات، لكنه ضعف روايته عن كثير بن عبد الله. قال عن كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف الفزني. كثير بن عبد الله اليشكري، هذا ضعيف، شو جعد ما عنه فيها ضعف، يروى عن شيخ ضعيف، هو ضعيف. قال أبو حاتم ليس بالمتين، قال ابن معين ضعيف، ابن معين أيضا ضعف. قال عن أبيه أبوه عبد الله اليشكري بن عمرو بن عون، ذكر ابن حبان في الثقات وفيه جهالة. قال عن جده رضي الله عنه، عن جدي عمرو بن عوف رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبدأ بالخيل يوم وردها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا العباس بن جعفر. إذا الحديث السابق ضعيف، وفي كثير ابن عبد الله الأشكري. نعم. قال حدثنا عباس بن جعفر. عباس بن جعفر ثقة، ذكر الحبان في الثقات، وقال أبو حاتم صدوق. قال حدثنا موسى بن داود، فيه شيء من الغفلة، لكن قال العجل ثقة، قال أبو حاتم يضطرب في الحديث. قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي. محمد بن مسلم الطائفي وثقة بن معين، وقال أحمد ضعيف جدا، قال ابن المديني ثقة وسطا. قال عن عمرو بن دينار، قال العجل ثقة، عن عمرو بن دينار من ثقات مكة أو من شيوخ الإمام الشافعي. قال عن أبي الشعثاء. أبو الشعثاء وثقة بن معين وأبو زرعة، فهو ثقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. عباس، عبد الله بن عباس، صحابي من صحابي، من العبادين الأربعة، من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. هذا حديث التأصيل تام في هذا الباب، يبين لنا أمرين مهمين جليلين. الأمر الأول هو الأمر المهم، أن الأحكام الأموال والأنساب والأنكحة والعقود التي كانت في الجاهلية ماضية على ما كانت عليه، ماضية على ما وقع الحكم فيها ومنها في الجاهلية، وما جاء الشرع لتغيرها إلا أنها باستمرارها تصادم الشرع، ذلك منع الاستمرار، لكن لم يحاسب على ما مضى، لذلك لا يرد منها شيء في الإسلام. أما إذا حدث منها من هذه الأحكام في الإسلام فإنه يستأنف في حكم الإسلام جديد، يستأنف فيه حكم الإسلام. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فأمرهم بترك ما لم يقبضوا من الربا ولم يتعرض لما قاضوه. ما مضى قد مضى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه هاتين، ألا وإن أول ربا أضع تحت قدمي هاتين ربا العباس ربانا. ما تكلم عن الماضي، تكلم على الحاضر في هذا الباب. وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها الشر لما مضى ولا لكيفياتها ولا لكيفية العقد بها، بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائمة في الإسلام، كنكاح الأختين. قال الله تعالى:
وما تنكحوا الأختين إلا ما قد سلف. المعنى هو ما قد سلف كما فصلت أنا قبل ذلك في ابن ماجه أردت في التلمذي لا في ابن ماجه في النكاح إلا ما قد سلف يعني ولا ما قد سلف. والزائد على الأربع لأن الصحابي الجليل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال تحت 19 نسوة فابتسم الإنسان قال 10 نسوة فقال له أمسك عليك أربعة وهذه كلها كانت تنكح الجاهلية ولم يردها بل لضابط الشرع والقالب الذي لابد أن يكون فيه الأحكام قال أمسك عليك أربعة قال أمسك عليك أربعة فنكاح الجاهلية أيضا أقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن على الاستمرار لابد أن يخضع لضوابط الشرع وهذا أصل أصيل من أصول الشريعة ينبني عليه أحكام كثيرة. قد استثنى بعضهم مسألة الرجل يسلم على الميراث قبل أن يقسم فاختلف العلماء في صورة المسألة وأن أحكام الجاهلية لابد أن تفهمها. رجل كافر له بنايات وأموال وغير ذلك مات يوم أن مات كان له أولاد أسلموا وأولاد ما زالوا على الكفر فاستخرجوا جميعا المال الإرث الذي تركه استخرجوه جميعا فشابت أعناق الجميع الكافر والذي أسلم فهنا عمر الخطاب قال ما لم تقسم ما لم يقسم الإرث ما لم يقسم الميراث فهو يرث المسلم يرث مسألة خلفية وقضى بذلك أيضا حذيفة عمر الخطاب وقال بذلك أيضا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود والحسن وقال به إسحاق وابن رهوي والإمام أحمد في أحد الروايتين اختار أكثر أصحاب بل هي ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وأما جماهير السلف والخلف فقد قالوا بأنه لا يرث كما لو أسلم بعد القسمة وهذا مذهب المالكية وأيضا الشافعية والأحناف بل ورواية عن أحمد أيضا يعني إما الأربعة لما؟ لتوافر الشرط لأن الشرط في الإرث أن يكون الوارث أن يحيا بعد المورث موت المورث ولو بدقيقة واحدة وأما الحديث الذي جاءت عن عمر الخطاب عن غيره كلها حديث ضعاف أسانيدها ضعيفة جدا وقد استدل من قال بأنه يرث برواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يرث المسلم من الكافر من غير عكس واحتج بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص حديث أبي داود الحديث هنا يقولون بأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرث المسلم من الكافر والحق بأنه ضعيف جدا مرفوع وهو صحيح موقوف والذي ندين الله به هو الحق وهو الراجح الصحيح بأنه لا يرث لأن الشرط غير موجود شرط الإرث غير موجود وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين وهذا واضح وقال لا يرث الكافر المسلم وهذا واضح وقال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وهذا الراجح الصحيح بقول العلماء الأئمة الثلاثة بل قول الأئمة الأربعة بأنه لا يرث وأما القول بأن عمر بن الخطاب قال به وعثمان هذا السند إليهم ضعيف وما احتجوا به من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه وقال يرث المسلم الكافر وقد ورث معاذ بن جبل المسلم من الكافر وغير عكس هذه من وجهة النظر بأنه احتياج
سد خلة المسلم، وأيضا العزة لا تكون إلا لأهل الإسلام، والمال مقوي فلا يتقوى بها إلا من وحد الله جل في علاه، فلا يتقوى بها إلا من وحد الله جل في علاه. إذن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس بأنه كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام، كما بينا قبل ذلك أنه لم يرد أنه يعني لم يرد بأنه قد قامت هذه الأحكام حتى بعد الإسلام، هي بقيت على ما عليه، وأيضا ما مضى قد مضى ويبقى على ما عليه، ثم ذلك تأتي شريعة الإسلام ناسخة لكل شيء. وفي قولي يبدأ بالخيل يوم وردها على أساس أنها التي تشرب أولا وترعى أولا، والناس كلهم في ذلك شركاء. حتى هنا في القسم قسم الجاهلية، وأنه ترك أحكام الجاهلية لا سيما في الأموال والأنساب، لا سيما في الأموال والأنساب والعقود، عقود النكاح، ففيها من كما يقول النبي أنه تبقى الأحكام على ما عليه، تبقى الأحكام على ما هي عليه، إلا أن يتطلع أو يستديم أمرا جاء الشرع بخلافه، كان يستديم سليك الغطفاني جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني تحت عشر نسوة، فقال أمسك عليك أربعة، أمسك عليك أربعة، فلا يجوز له أن يقول كنا في عصمتي، وحتى لما جاء الإسلام لا يهدم العصمة. الصحيح أنه يبقى على ما عليه، ولكن إذا أراد استدامة هذا يأتي الشرع مصادما، ونحن أمرنا أن ننزل الناس ننزلهم، وأمرنا أن لا ندع ما يصادم ما يأتي به الشرع، وأن الشرع حاكم في هذا الباب. فجاء الشرع فقال له أمسك عليك أربعة، وطرح الباقي، وأيضا في أكل الربا قال ذروا ما بقي من الربا، ما تكلم على أكل الربا أنه يرد يسترده، لا ما يسترده، لكن مجددا لا يأخذ، مجددا لا يأخذ، عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف. هذا أصل المسألة في هذه القسمة، أن قسم الجاهلية بأسره كان على ما هو عليه، إلا ما دل الدليل على الانسلاخ عن عما كان هو عليه. الفوائد المستنبطة: رحمة الله بالعباد، ولو أمرهم ولو أنكر عليهم ما كان ما مضى وأمرهم بالإلزام بما مضى لكان شاقا جدا عليهم. رحمة الله بالعباد. شريعة الإسلام شريعة ناسخة لكل ما قبلها. الاهتمام بالخيل، لكن هذا كان من زمن البعيد، وذلك قال يبدأ بالخيل يوم ردها. الاهتمام بالخيل، ولأن الإسلام قال الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. نعم. تمام الخيل، لا الحق بأنه ما نحن فيه الآن من فقر وذلة والتعليم، هذه التعليم التي تركت. نعم. إذن تفضل شيخ الأسئلة. الشيخ أبو الوليد، بس الفائدة الأولى اللي حضرتك قلتها اللي هي جزء من الحديث اللي لا يرى المتحبين سوى النكاح، سوى النكاح. نعم. فهو يعني بيظن إن كده ده في يعني في تقنين أو تشريع ولا تقنين ولا تشريع، ممكن إنسان يحب المرأة وتحبه وتحب ولا غيره على ذلك، المشكلة فيما يخرج بعد ذلك، لكن المحبة لا أشكال فيها، القلوب لا يملكها إلا الله، فإذا حدثت المحبة تترجم بالنكاح وانتهى الموضوع. هو بيقول هل تتعلق القلوب قبل الزواج؟ تتعلق يا عم الشيخ، انت قاعد في القش يا شباب ابو الوليد، ما تتعلق يا ايش فيها، ما الخطر في ان تتعلق ابو الوليد؟ ما هي اللي عندك، ما الماخذ اللي عندك في ذلك؟ تتعلق وتترجم بالنكاح، لا يرى للمتحبين سوى النكاح. يعني ما الحديث لما يقول لا يرى للمتحبين، متى تتحبى؟ بعد الزواج الجد والجدة؟ قال لا يرى للمتحبين سوى النكاح، حيث كان في ضعف لكن يحسن، حسنه كثير من العلماء. تقول أخوات أحيانا تقول لا حب قبل الزواج، فلم أفهم ماذا يقصد، وحتى ولو حلال يعني لو يعني خطبة مثلا، يعني المخطوبة تحب خطيبها، لا شيء في ذلك. رجل تربى مع امرأة أحبها جدا، أحبته جدا، طبعا طفل وطفلة، طيب خطبها تزوجها، يبقى لا يرى المتحبين سوى النكاح.
أحسن الله عليكم. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. رفع الله مقامك يا باشمهندس، جزاك الله خير. هشام عنده سؤال. هشام عنده سؤال. طيب، تقول يا عشان نفس السؤال. ماشي. طقس يقولون أنها حتى لو في خطبة لا يوجد شيء اسمه حب. لا، هذا مع الأحجار الكريمة. مع الأحجار نعم، لكن مع البشر لا. يقول ما حكم قراءة القرآن في عزاء غير المسلم، أي أن هناك شيخ دعية ليقرأ القرآن في العزاء. ما يجوز. القرآن نزل لينذر الأحياء، إلا إذا كان طامعا في إسلامهم وعلم أنهم يميلون ويحبون سماع القرآن يتدبرونه وهو يطمع في إسلام أحد منهم، وإلا فلا يجوز. نعم، ماذا قال حاتم؟ قال إيش؟ ما أرى دحت لما كسر حب هنا. أداك الله. أمين، حافظك ربي يا مخضر. أمين رب أمين. جزاك الله خيرا يا هشام، نفع الله بك الأمة الإسلامية. لا، لما تعتذرين على السؤال؟ لك أن تسألي ما شئت بزيت الجنة، إن علمت أجبت وإن جهلت قلت أجهل. أمين أمين. أعظم الله لك الأجر والمثوبة، أحسن الله إليك. نسأل الله أن يشكر لك حسن صنيعك مع أخواتك. صحيح جدا يا حاتم، صحيح، وأنت بتفهم والله، هذا الصحيح. وبعدين أصلا محبة القلوب رزق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: إني رزقت حبك. قال لعائشة: إني رزقت حبك. نعم. أخت تسأل. نعم. زوجها له صلة، له أرحام يتفخرون عليه بما معهم من أموال. أعوذ بالله. وهذا يسبب له مشاكل نفسية ويسبب ضيق للزوج، هل يبتعد عنهم ويقفل الاتصال هاتفيا أم ماذا؟ نعم، إذا كان هذا يعني سيكون بالسلب عليه وعلى علاقته، فهو يعني يجعل الاتصال صلة فقط، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكفر من قومه، قال: إنما لكم رحم أبلها ببلالها. ففتشنا عن بلالها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحمكم ولو بالسلام. خلي بالاتصال وبعث هدية وعدم الاختلاط أولى. نعم. تقول: لو ليس هناك ارتباط أو خطبة يعني بين الرجل والمرأة، والرجل أحب المرأة أو العكس، هل هذا هو الخطأ دون تصريح منه؟ دون تصريح ليس بخطأ، القلوب ليس عليها شيء ولا حسب على المرأة شيء، لكن إن صرح أو صرحت يبقى لابد أن يتزوج أو يسعيان في الزواج، لا يرى المتحبين سوى النكاح. هل انتهت الأسئلة؟ هناك أسئلة أخرى. ما حكم ظهور القدمين للمرأة في الصلاة وحتى لو كانت في البيت؟ وطبعا ظهور القدمين الأحناف يقولون الصلاة تصح بها، والصحيح عند قول جمهور العلماء أنها تبطل، وهذا هو الراجح الصحيح. أختي تسأل أنها تزوجت وهي في عمر 25 عاما. نعم. وكانت تتقي الله في الزوج وأنجبت له، وبعد كل هذا العمر طلقها غيابيا وتزوج من امرأة تصغره بخمسة وعشرين عاما ولم يعطيها أي حق من الحقوق. لا حول ولا قوة إلا بالله، غفر الله له، غفر الله له. لابد أن يكون رجل يعني ينصح نصيحة في الله، ويعني يرد الله إليها ردا جميلا. وأنا نسأل الله جل في علاه أن يخلف عليها خيرا، وأن يرزقها الزوج الصالح الذي يعتني بها، أو يرد لها زوجها ردا جميلا، وأن يحسن إليها وأن يمسك عليها وأن يرفع عنها هذه المظالم. الولد حاتم لما بيقعد مخمخ خلاص بيأتي بالروائع والبدائع، يعني هو بيقعد بس هو خوفه من سكينة المطبخ هي اللي بتخليها تجف فيسكت. أنا أراهن أن استفضل المراهنة حرام، القمار أنا أقصد، يعني في الوقت الراهن الآن أكاد أجزم أنهم نايمين بعد عنه، فلذلك جالس الآن بينجلي. بص الكتابة اللي كتبها
قال بأن الولد لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني يريد أن يبيح له الزنا، ما أنكر عليه الشهوة لكن أنكر عليه الترجمة. إيه ده؟ ده إبداع والله. أنا أجزم أنهم نايمين عنده في البيت، هو جالس وحده في الباكونة، جالس في مكان آخر في شاه عالم هو هناك. لماذا تبطل الصلاة للكشفة عن القدمين يعني؟ لأنه لابد أن يكون الدرع سابقا، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، وقد بين أم سلمة أنه لا يصح لامرأة يعني بلغت المحيض أن تصلي إلا بدرع وخمار. الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير واجبة أم لا؟ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير فيها خلاف بين العلماء، والشافعي يرون أنها واجبة، وجمهور العلماء يرون أنها سنة، وابن حزم قال هي ركن في الصلاة. طبعا الدليل على ذلك أن النبي أن الدليل على من قال بالاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما علمه التشهد قال قولوا التحيات لله، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال ثم تخير من الدعاء ما شئت، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الرواية جاءت في التشهد الأوسط، ولذلك احتج الشافعي على وجوب الصلاة في التشهد الأخير أولا بالآية إن الله ملكته وصلى على النبي يا الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم. وأما في الحديث في قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد، وقولوا هنا أمر ظاهر الأمر الوجوب، هذا احتجاج الشافعي في الوجوب، وأنا أدين الله بالوجوب لكن ليست ركنا في الصلاة. تقول على ذلك يجب أن تغطي الكفين. أنا أخطأت لما قلت ليست ركنا في الصلاة، أنا قلت الوجوب، لأن هم الجمهور يرون بأن الصلاة إما واجبات وإما هيئات وسنن مستحبات. نعم. السائلة عن القدمين تقول على ذلك يجب أن تغطل نعم يجب أن تغطل القدمين نعم الكفين لا الكفين لا. هناك أم إسماعيل حفظها ربي تقول سؤال قوي، تقول ما حكم تهذيب اللحية وما ضوابطه؟ أولا اللحية واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حفوا الشارب ووفروا اللحى، وفي رواية أرخوا اللحى، وايضا التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، التاسي بجميع الرسل. قال الله جل في علاه عن موسى عليه السلام قال ابن ام لا وهارون قال ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على الفريسي حالق محلوق اللحيه قال لهم من امرك بذلك؟ قال ربي، قال ولكن امرني ربي بتوفير اللحى واحفاء الشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى ارخوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى، وفي رواية خالفوا المجوس. فالاصل وجوب اطلاق اللحى، وجوب اطلاق اللحى، وان كان هناك المذهب الشافعي مستحب، والشافعي نفسه قال بحرمه الحلق في الام، فما لنا ناخذ بالمتاخرين غير المتقدمين في هذا الباب، لكن هي المذهب نعم المذهب عند الشافعيه انها على الكراهه. حلق اللحيه حرام، ونقل الاجماع في ذلك ابن حزم، ونقل الاجماع في ذلك ابن تيميه قالوا بحرمه حلق اللحيه، وان كان في نظر في نقل الاجماع لانه كما قلنا المعتمد عند الشافعيه الكراهه، وإن كان هذا مخالف لأنه النووي خرج عن ذلك، البلقين دخل خرج عن ذلك، ابن الملقن خرج عن ذلك، الخطابي خرج على ذلك، البيهقي خرج على ذلك، الحليمي خرج على ذلك، كله خرج لأجل الحديث التي جاءت توضيحا على وجوب اللحية. والإمام القاضي بن عياض على ما أذكر في صحيح مسلم إلا ما كن وهما قال بأن مذهب مالك الأخذ من طولها وعرضها تهذيبا للصورة يعني، فأنكر عليه الإمام النووي بذلك، أنكر عليه الأخذ من طولها ومن عرضها. فالحق بأن تهذيب اللحية في هذا الباب هو بعد القبضة، له أن يأخذ يمينا بعد القبضة، شمالا بعد القبضة، تحت عند الذقن بعد القبضة، له ذلك لورود ذلك عن ستة عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من اللحية بعد القبضة، لكن لم يرد عن النبي ولا عن أصحابه أنهم فعلوا ذلك كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل ورد عن أبي هريرة قال كنا نعلم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية من اهتزاز لحيته على الكبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة على مكة فاتحا على رأس المغفر طأطأ رأسه الراوي يقول فضربت لحيته في نحل، ضربت لحيته في نحل، فهذه دلالة على وجوب إرخاء اللحية. تقول لو صليت خارج المنزل بالقفازين صح تصح الصلاة ما فيها شيء. نعم. ضابط الخلع بين الرجل والمرأة أنه بحيث أنه لو أن يقول يعني ما أقول أريد
العبارة اللطيفة الرقيقة. ضوابط الخلوة مع المرأة بحيث يستطيع أن يقوم معها بما يقوم معها الزوج بها دون خوف. عادل هكذا تكون وصلت ولا بالكلام حق بالفعل. الخلوة ليس بالكلام، الخلوة بالفعل. نعم، وهذا خطأ بين هو أصل الخلوة المريبة أو الخلوة الممنوعة هي التي تؤدي إلى الاطمئنان عند الوقوع، فإذا وقع عليها باطمئنان دون تشويش هذه الخلوة المحرمة. هذا ميت الخلوة ما فيها شيء، ما درست خلوة بحال أحوال. نعم كان معا فهو خلوة. يقول الأسانسير يعد خلوة؟ نعم إن كان معا يكون خلوة، لأنه لو أغرق عليهم والكهرباء اتقطعت كما قطعت على سعيد وكان معه أحد كانت هذه خلوة. والله أغفر له، هو كان مع رجل، الحمد لله أنه كان مع رجل يتبحثاني في الخير. بسمع الدرس بتوعي. أنا من سمعك عمال تبعث رسائل وتنعم يا الله عم صلاح. الحمد لله أنه كان مع عم صلاح. بس تقول ألا تكون الخلوة أيضا عن طريق الإنترنت؟ لا ليست خلوة، ليست هذه خلوة. نشوف أن نفي التكفير بالمكفرات قوليهما وفعليهما فيما يقفى دليله. نعم ولم تقف. يعني المسائل التي يمكن أن يكفر بها صاحبها أو قائلها لكن يخفى دليلها. نعم ولم تقم الحجة ولم وهنا لم تقم الحجة على فعلها حتى يفرق بين النوع والعين. يعني قد يكون القول قول كفر وفعل فعل كفر وهو اجتهادي ايضا ولم تقم الحج عليه فلا يسقط عليه حكم فلا يسقط على عيني حكم الحكم. نعم ان النافي ربي ربنا في تكفير الفاعل. يبقى اذا القول قول فعل والفعل قول كفر والفعل فعل كفر والقائل والفاعل ليس بكافر حتى قال الحج وزاء المشوف وقوله قبل قيام الحج. يعني نافي اقامه قبل قيام الحج لابد تقام الحج وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأئمة. نعم هذه مسائل النزاع مختلفة. نعم ركوب التاكسي ليس خلوة، ركوب التاكسي ليس خلوة، هذا راجع صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يردف أسماء خلفه فركوب التاكسي ليس خلوة. نعم طيب شيخ لو ركوب التاكسي في مناطق ليس فيها بشر ليس فيها أحد في صحراء خلاص انتهى الموضوع ده هيغني مش يعني ركوب انما ركوب التاكسي في الميادين ليس بخلوة. هل سب الدين كفر وهل يلزمه الغسل ونطق الشهادتين؟ مسألة عويصة. سب الدين عند المتقدمين كفر يخرج من الملة لأنه سب الدين سب من شرعه، سب الدين سب لمن شرعه ولمن أتى به فيكون هذا سب لله وسب للرسول فيكفر بذلك. لكن من المتأخرين كما قال ابن عبدين قد يسب الدين لا يقصد الدين، يقصد بذلك سب المتدين، يعني هو سب تدينه يعني نحن أصحاب زلل وسقطات فممكن لو واحد اطلع على هذا الزلل أو هذه السقطات يمكن أن نراه يعني يسب الدين يقصد الديانة التي عليها زيد أو عبيد ما يقصد الدين. فمن المتأخرين من فرق بين سب الدين والمتدين، يعني إن سب الدين يقصد المتدين يقصد تدينه فلا يكفر بذلك وهو على مشارف هلكة، هذه كبيرة أيضا على مشارف هلكة. والحق أن المتقدمين اتفقوا على أن سب الدين كفر يخرجه من الملة لأنه الذي يسب الدين شوف الله تعالى ماذا قال، قال كره ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كره ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فسب الدين سب لله وسب لرسوله وكراهية شريعة الله التي فعلها وحدها كفيلة بكفر من كره ما شرعه الله، يعني من كره تشريع للذكر مثل حظ الأنثيين يكفر. قال كره ذاك أنهم كره ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قلت المتقدمون اتفقوا على أن سب الدين كفر لأنه ده سب لله وسب للرسول. نعم
حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يسكنه فسيع الجنات لله ما أخذ لله ما أعطى ومشاء بالقدر. فاصبر واحتسب أعظم الله لك الأجر والمثوبة. أعظم الله لك الأجر والمثوبة. الله أسأل الله أن يسكنه فسيع الجنات. نعم شو الشيخ أمجد التونسي ماذا يقول؟ يقول هم يقرون على أنهم كفر فلأن يقول قائل منهم كفرتنا على الصبح. استغفر الله. نعم والله هم يقولون بذلك. نعم نعوذ بالله من الخزلان. نعوذ بالله من الخزلان. سب الدين كفر. إلى الله المشتكى. إلى الله المشتكى. الآن أيضا في بلاد الشام يكثر جدا. والآن مصر أيضا ابتليت بذلك. في كثير من الناس ابتلوا بذلك. عافانا الله وإياكم من هذا. وغفر الله لنا ولكم. يقول في هنا في إيطاليا تقول هنا في إيطاليا هناك من يقول من غير المسلمين أنكم تقولون أن الله عادل فكيف ذلك وقد خلق والدي غير مسلمين وأنا متبع لهم وسأعاقب وأنت والديك مسلمين وتتبعهم ولن تعاقب لأنك مسلم. نقول له لأن الله تعالى قد أظهر لك ولأمثالك الحجة الدامغة فأبيت إلا الكفر. لأن الله جل في أن تتابع لهما وبين الله لهما الحجة وبين لك الحجة لأن الله ليس بظلام للعبيد وبين لك الحجة فأثرت الجحود وأثرت الكفر على الإيمان. في آخر رمضان أعوذ بالله كفر في آخر رمضان نسأل الله أن يعيده ليرد جميلا. عمتا أنا بيانت التفصيل في هذا الباب والكلام على كلام ابن عبدين والكلام أيضا على المتقدمين. في من يصب الدين نعم يلزم أن يعود للإسلام بأن يقول لا إله إلا الله. الغسل مستحب ليس بواجب. لابد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والغسل مستحب ليس بواجب. وإياك إلى الله المشتكى. نسأل الله أن يغفر لنا. كم وكم وقعنا في الزلل والسقطات والهنات ونسأل الله المغفرة. نسأل الله المغفرة. إذن الأسئلة انتهت. أسأل الله أن يشكر لكم وأن يجعل مسعيكم في مرضيه وأن يغفر لنا ولكم. أشكر لكم صبركم وثباتكم على الدروس ونسأل الله أن يجعلها في ميزان الحسنات وأن يثبت لنا ذخائر المحيين أبدا.